السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الحادي عشر الفرع العلمي، أهلا بكم في شرح منهاج مبحث الرياضيات. سأصحبكم أنا المعلمة نسرين محمد بحور بإشراف الأستاذة هدى للزريعي، وسنستكمل اليوم شرح الدرس أدوات الربط الشرطية. ننتظر من كل طالب في نهاية هذا الدرس أن يعرف العبارة الرياضية المركبة بأداة ربط شرطية، أن يكون جدول الصواب لعبارة رياضية مركبة بأداة ربط شرطية، أن يترجم العبارات اللفظية إلى رموز. سنبدأ معا في أول أداة من أدوات الربط الشرطية، وهي الأداة إذا كان فإن. العبارة المركبة للعبارتين البسيطتين فا ونون بأداة الربط إذا كان فإن تكتب على الصورة الموجودة أمامي. طبعا بحط فا وبحط بعد العبارة الأولى سهم وبكتب العبارة الثانية وهي نون، لكن القراءة تقرأ إذا كان فإن نون. هذه الجملة تعتبر جملة شرطية، فيها شرط وفيها نتيجة. الشرط تبعي هو هيكون العبارة الأولى وهي العبارة ف، النتيجة هتكون هي العبارة الثانية وهي العبارة نون. يعني إذا تحققت ف يجب أن تتحقق نون. في العبارة الشرطية إذا كان ف فإن نون، المركبة الأولى للعبارة الشرطية، طبعا المركبة الأولى وهي المركبة ف، تسمى المقدمة، مقدمة العبارة الرياضية الشرطية، يعني هي الشرط. لكن المركبة الثانية وهي المركبة نون تسمى تالي العبارة الرياضية الشرطية وهي النتيجة. يعني عندي هذه العبارة المركبة تتكون من عبارتين بسيطتين، العبارة ف والعبارة نون، ربطت بينهم بأداة ربط شرطية وهي إذا كان فإن، تقرأ على صورة إذا كانت العبارة ف إذا العبارة نون. العبارة الأولى اللي هي العبارة ف تسمى مقدمة العبارة الشرطية، أما العبارة نون فتسمى تالي العبارة الشرطية. بالنسبة لي جدول الصواب للعبارة الشرطية إذا كان ف فإن نون، العبارة الرياضية الشرطية إذا كان ف فإن نون تكون خاطئة في حالة واحدة ووحيدة فقط، وهي عندما تكون مقدمة الشرط صائبة وتاليها خاطئ. يعني تكون المقدمة اللي هي العبارة ف صائبة وتاليها العبارة نون خاطئة. في هذه الحالة إذا تحقق الشرط ولم تتحقق النتيجة تكون العبارة ككل خاطئة، ما عدا ذلك نعتبر العبارة المركبة ككل صائبة. بمعنى إذا تحقق الشرط وتحققت النتيجة تكون العبارة صائبة، لكن إذا لم يتحقق الشرط أصلاً وتحققت النتيجة أيضاً نعتبر العبارة صائبة، لأنه أصلاً ما تحققش الشرط عندي فما بقدرش أحكم على العبارة إنها خاطئة. إذا لم يتحقق الشرط ولم تتحقق النتيجة أيضاً تعتبر العبارة صائبة، يعني اللي بيحكمني هو الشرط العبارة ف. هذا الشرط إذا كان صائب والنتيجة كانت خاطئة العبارة المركبة ككل تكون خاطئة، ما عدا ذلك تسمى العبارة المركبة صائبة. خلينا نشوف جدول الصواب للعبارة إذا كان ف فإن نون. العبارة ف إمكاناتها الممكنة إما أن تكون صائبة أو أن تكون خاطئة، طبعا وزعتهم حسب العبارة الثانية. العبارة نون في حال كانت العبارة الأولى صائبة إما أن تكون صائبة أو أن تكون خاطئة، أما إذا كانت العبارة الأولى خاطئة إما أن تكون نون صائبة أو خاطئة. بروح للحالة الوحيدة اللي بتكون فيها العبارة الشرطية إذا كان ف فإن نون خاطئة، هي تحقق الشرط وعدم تحقق النتيجة. يعني لما تكون العبارة الأولى صائبة ولما تكون العبارة الثانية خاطئة، في حالة تحقق الشرط ما تحققت النتيجة تكون العبارة الرياضية المركبة ككل خاطئة. طبعا هذا الشيء مفهوم عندي، ما عدا ذلك تكون العبارة ككل صائبة. يعني إذا كانت مقدمة الشرط صائبة وتاليها صائب أكيد هتكون العبارة صائبة، إذا كانت مقدمة الشرط خاطئة وتاليها صائب تكون العبارة صائبة لأنه مقدمة الشرط ما تحققت عندي، إذا كانت مقدمة الشرط خاطئة وتاليها خاطئ أيضا تكون العبارة صائبة لأن مقدمة الشرط ما تحققتش عندي.
وبالتالي هيك بكون اتعرفت على جدول الصواب للعبارة المركبة إذا كان ف فإن نون. لو بدي أحدد قيمة الصواب للعبارات الرياضية التالية: إذا كان الصفر حلاً للمعادلة س تربيع يساوي س، فإن 4 أس سالب نص يساوي 2. مبين أنه أنا عندي عبارة رياضية شرطية. ليش؟ عندي عبارتين بسيطتان. العبارة الأولى الصفر حلاً للمعادلة س تربيع يساوي س، العبارة الثانية 4 أس سالب نص يساوي 2. ربطت بينهم بأداة الربط شرطية إذا كان فإن. علشان أعرف العبارة الرياضية المركبة ككل إن كانت صائبة أو خاطئة، بدي أدرس كل عبارة على حدة. العبارة الأولى الصفر حلاً للمعادلة س تربيع يساوي س، هل فعلاً الصفر يعتبر حلاً للمعادلة س تربيع يساوي س؟ فعلاً يعتبر حلاً للمعادلة. لو أجيت وعوضت بالصفر، صفر تربيع يساوي صفر. طالما النقطة صفر تحقق المعادلة، إذن تعتبر حلاً للمعادلة. إذن العبارة الأولى صائبة، تحقق الشرط عندي، لكن ضروري أشوف النتيجة هتتحقق أو مش هتتحقق. 4 أس سالب نص يساوي نص. طيب إيش يعني 4 أس سالب نص؟ أنا عارفة إنه لما يكون عندي الأس سالب بحاول أخليه موجب بإني بغير مكانه، يعني 4 أس سالب نص بنزلها على المقام فبتصير 4 أس نص. مجرد ما أنزل من بسط لمقام، الأس اللي كان سالب بصير موجب، فبصير عندي 1 على 4 أس نص، يعني 1 على جذر الأربعة. جذر الأربعة يساوي 2، إذن الجواب هيطلع نص. طب هو بيحكي لي إنه الجواب 2، هل كلامه مظبوط؟ هل عبارته صائبة؟ لا، عبارته خاطئة. وبالتالي العبارة الأولى صائبة والعبارة الثانية خاطئة. تحقق الشرط لكن لم تتحقق النتيجة. طالما تحقق الشرط ولم تتحقق النتيجة، إذن العبارة ككل خاطئة. هيك بكون حددت قيمة الصواب للعبارة المركبة ككل، تعتبر عبارة خاطئة. خلينا نشوف مثال آخر. حدد قيمة الصواب للعبارات التالية: 5 أس سالب 1 تساوي سالب 5. حطت لي هذا السهم، إذن عندي أداة ربط شرطية بدي أقرأها بطريقة صحيحة. إذا كانت 5 أس سالب 1 تساوي سالب 5، فإن جذر 18 يساوي 2 جذر 3. طيب أداة الربط الشرطية عشان أحدد إن كانت صائبة أو خاطئة، بدي أدرس كل عبارة على حدة. طيب أنا لو أجيت للعبارة الأولى 5 أس سالب 1 تساوي سالب 5، هل هذا الكلام صائب؟ طبعا كلنا عارفين ومن المثال السابق إنه لما يكون عندي الأس سالب بغير مكانه كليا علشان يصير موجب، يعني 5 أس سالب 1 عبارة عن 1 على 5 أس 1 يعني 5 وليست سالب 5، وبالتالي العبارة البسيطة الأولى تعتبر خاطئة. طيب لم يتحقق الشرط، خليني أشوف النتيجة. جذر 18 يساوي 2 جذر 3. تلقائيا لو حسبتها على الآلة جذر 18 وحسبت 2 جذر 3 هيطلعوا غير متساويين. لو حولت بطريقة أخرى أحلل ال 18، طالما هناك عندي 2 جذر 3 معناها أنا طلعت الاثنين برا الجذر، يعني هي عبارة عن 4 في عدد. ال 18 مش ممكن تحليلها عبارة عن 4 في عدد، وبالتالي العبارة ككل هذه خاطئة. طيب العبارة الأولى خاطئة والعبارة الثانية خاطئة، لم يتحقق الشرط ولم تتحقق النتيجة، هل معناته إنه العبارة كليا خاطئة؟ لا طبعا، لأنه بعتبر العبارة خاطئة إذا تحقق الشرط وما تحققتش النتيجة، لكن أساسا الشرط ما تحققش عندي. إذن العبارة ككل تعتبر عبارة صائبة. هيك بكون حددت قيمة الصواب للعبارة الرياضية المركبة ككل. خلينا نشوف أداة ربط شرطية أخرى. العبارة الثانية: إذا وفقت إذا كان. بالنسبة لهذه العبارة، العبارة المركبة للعبارتين البسيطتين ف ونون بأداة الربط إذا وفقت إذا كان، كيف كتبتها؟ تكتب على الصورة سهم في الاتجاهين. إذا كان فإن كانت سهم في اتجاه واحد، لكن إذا وفقت إذا كان تعتبر سهم في اتجاهين. كيف بقرأها؟ فإذا وفقت إذا كانت نون، يعني تتحقق فإذا وفقت تحققت نون. هذه بالنسبة للكتابة وطبعاً القراءة. طيب خليني أشوف الملاحظة. إذا كانت ف إذا وفقت إذا كانت نون، هذا إيش معناته؟ معناته أني أنا بدي أمشي في الاتجاهين،
يعني بدي إذا كانت ف تتحقق نون، وإذا كانت نون تتحقق ف. يعني إذا مشيت من اليمين لليسار بتكون الجملة صائبة، وإذا مشيت من اليسار إلى اليمين برضو تكون الجملة صائبة. طيب طالما أنا بدي أمشي في الاتجاهين بسميها أداة شرط ثنائية. سميتها أداة شرط ثنائية لأنه بدي أطلع منها عبارتين أو بدي أطلع منها اتجاهين. الاتجاه الفوق الأول، إذا كانت ف إذا تتحقق نون، وكمان بدي أمشي في الاتجاه العكسي، إذا كانت نون تتحقق ف. إذا كان ف إذا نون، إذا كان نون إذا ف. بما أنه أنا مشيت في اتجاهين بسميها أداة الشرط الثنائية. هذا يطابق هذه الصورة اللي موجودة أمامي. بالنسبة لجدول الصواب للعبارة فإذا وفقط إذا كانت نون، طبعا هذا الجدول بيختلف عن الجدول اللي أخذناه للأداة الأولى. جدول الصواب لهذه العبارة بيعتمد على قيمة الصواب لكل عبارة من العبارتين. إذا كانت قيمة الصواب للعبارة الأولى مماثلة لقيمة الصواب للعبارة الثانية، إذا العبارة المركبة ككل تكون صائبة، ما عدا ذلك تكون العبارة خاطئة. بمعنى العبارة الرياضية الشرطية، فإذا وفقت إذا كانت نون تكون صائبة في حالتين، طبعا هما حالتين اللي هما تتشابه فيهم قيم الصواب للعبارتين مع بعض. يعني إذا كانت العبارة الأولى صائبة والعبارة الثانية صائبة، العبارة ككل صائبة. وبرضه إذا كانت العبارة الأولى خاطئة والعبارة الثانية خاطئة، العبارة ككل تعتبر صائبة. خلينا نشوف كيف الجدول بده يكون شكله. العبارة الأولى فاتفقنا عليها إما أن تكون صائبة أو أن تكون خاطئة. العبارة الثانية إذا كانت الأولى صائبة ممكن تكون صائبة، وإن كانت الأولى صائبة تكون خاطئة. برضو إذا كانت الأولى خاطئة ممكن تكون صائبة، وإن كانت الأولى خاطئة ممكن تكون الثانية خاطئة. بدي أطلع على العبارتين مع بعض، إذا لقيت نفس القيمة للعبارتين العبارة ككل صائبة. بطلع على الاحتمال الأول، الأولى صائبة والثانية صائبة، إذا المركبة ككل صائبة. ليش؟ لأنهم نفس القيمة متشابهتين، صائبة صائبة. طيب بطلع على الاحتمال الثاني، الأولى صائبة والثانية خاطئة، ما بيشبهوش بعض طالما التنتين ما لهمش نفس القيمة، إذا العبارة المركبة ككل تعتبر خاطئة. إذا كانت الأولى خاطئة والثانية صائبة، برضو ما لهمش نفس القيمة، واحدة خاطئة وواحدة صائبة، إذا العبارة المركبة ككل تكون خاطئة. طيب إذا كانت العبارة الأولى خاطئة والعبارة الثانية خاطئة، في هذه الحالة العبارة المركبة ككل إيش ممكن أعتبرها؟ عبارة صائبة. ليش؟ رغم إنه التنتين خاطئتين لكن إلهم نفس القيمة، متشابهتين في القيمة، الأولى خاطئة الثانية خاطئة، إذن العبارة المركبة ككل تعتبر صائبة. هيك بكون اتعرفت على جدول الصواب لأداة الشرط الثنائية إذا وفقط إذا كان. خليني أشوف مثال بسيط، حدد قيمة الصواب للعبارات الرياضية التالية، قطران مستطيل متعامدان، إذا وفقط إذا كانت زواياه قوائم. طبعا عندي عبارتين، العبارة الأولى قطران مستطيل متعامدان، العبارة الثانية زواياه قوائم، مربوط بينهم بأداة الربط إذا وفقط إذا كان. بدي أبحث في تحديد قيمة الصواب لكل عبارة على حدة. قطران مستطيل متعامدان، هل فعلا قطران مستطيل متعامدان؟ إحنا كلنا بنعرف إن قطران مستطيل متساويان لكن مش متعامدان، إذا العبارة الأولى قيمة الصواب لها خ، عبارة خاطئة. طيب زواياه قوائم، هل فعلا زوايا المستطيل قوائم؟ كلنا بنعرف فعلا انه زوايا المستطيل قوائم، اذا العبارة الاولى خاطئة والعبارة الثانية صائبة. اداة الربط اذا وفقط اذا كان، بدي احدد قيمة الصواب للعبارة المركبة ككل، بقارن القيمتين، والله اذا متشابهتين صائبة، اذا مختلفتين خاطئة. هم ايش مالهم؟ مختلفتان، واحدة خاطئة وواحدة صائبة، اذا العبارة المركبة ككل ستكون خاطئة. هيك بكون حددت قيمة الصواب للعبارة المركبة ككل. طيب خليني أشوف عبارة تانية، الجذر التربيعي للأربعة يساوي موجب أو سالب 2 إذا وفقط إذا كان، بقرأها بهذه الصورة، القيمة المطلقة للسالب 4 يساوي 4. العبارة الأولى واضحة والعبارة الثانية واضحة، وأداة الربط إذا وفقط إذا كان. بدي أشوف كل عبارة على حدة،
هل فعلاً الجذر التربيعي للأربعة يساوي موجب أو سالب 2؟ إحنا كلنا عارفين إنه جذر الأربعة يساوي 2 مش موجب أو سالب 2، وبالتالي العبارة الأولى تعتبر عبارة خاطئة. إذا وفقت إذا كان القيمة المطلقة للسالب 4، القيمة المطلقة لأي عدد بطلعه بإشارة موجبة، وفعلاً القيمة المطلقة للسالب 4 يساوي 4، إذا العبارة الثانية هتكون صائبة. طيب العبارة الأولى خاطئة والعبارة الثانية صائبة، وأداة الربط إذا وفقت إذا كان بدي أطلع على قيم الصواب للعبارتين، والله إذا متشابهتان إذا العبارة كلها صائبة، إذا مختلفتان العبارة كلها خاطئة. العبارتين مختلفتان في القيم، واحدة خاطئة واحدة صائبة، إذا العبارة المركبة ككل ستكون صائبة أم خاطئة؟ فعلا ستكون عبارة خاطئة. هيك بكون حددت قيمة الصواب للعبارة الرياضية المركبة ككل. طيب خلينا نشوف تدريب بالاعتماد على العبارات التالية. العبارة الأولى: ف 27 يقبل القسمة على 3 بدون باقي. العبارة الثانية: نون المثلث متساوي الأضلاع قياسات زواياه 60 درجة. العبارة الثالثة: ميم الوتر أطول أضلاع المثلث القائم الزاوية. خليني أشوف شو المطلوب مني. حدد قيمة الصواب لكل مما يلي. أعطاني 3 عبارات، بده ياني أحدد قيم الصواب لمطلوب معين. قبل ما أفوت على المطلوب بدي أعرف قيمة الصواب للعبارات الموجودة عندي. العبارة ف 27 يقبل القسمة على 3 بدون باقي. هل فعلا العدد 27 يقبل القسمة على 3 بدون باقي؟ فعلا هذا الكلام مظبوط أساسا، 27 من مضاعفات الثلاثة، إذا العبارة الأولى صائبة. العبارة الثانية: المثلث متساوي الأضلاع قياسات زواياه 60 درجة. هل فعلا المثلث المتساوي الأضلاع قياسات زواياه تساوي 60 درجة؟ فعلا طالما متساوي الأضلاع إذا متساوي الزوايا، إذا بقسم ال 180 على 3 وبتطلع كل زاوية 60 درجة، إذا أيضا العبارة نون صائبة. العبارة الثالثة: الوتر أطول أضلاع المثلث قائم الزاوية. هل الوتر يعتبر أطول أضلاع المثلث قائم الزاوية؟ فعلا صحيح هذا الكلام، إذا العبارة الثالثة أيضا صائبة. يعني 3 عبارات كل عبارة قيمة الصواب لها صائبة. طب خليني أشوف شو المطلوب عندي. المطلوب الأول: إذا كان ف فإن نون أو ميم. لازم أقرأ قراءة سليمة. عندي أداتين ربط، الأداة الأولى إذا كان فإن، وعندي داخل الأقواس أداة الربط أو. بدي أحط لكل عبارة قيمة الصواب تحتيها مباشرة. العبارة الأولى فصائبة، إذا كان فإن هتنزل، هنزل الأقواس، العبارة نون صائبة أو هتنزل زي ما هي، العبارة ميم صائبة. إذن في هذه الحالة العبارة الأولى صائبة وبرضو نون وميم صائبتين. طيب ما داخل الأقواس؟ إشارة أو، أداة الربط أو تعرفنا عليها. أداة الربط أو تكون صائبة إذا كانت إحدى العبارتين صائبتين. طب الأولى صائبة والثانية صائبة، صائبة أو صائبة، إذا العبارة المركبة ككل تكون أيضا صائبة. إذا العبارة فا صائبة، نزلتها زي ما هي ما لعبتش فيها، أداة الربط نزلتها، لما تكون العبارة الأولى صائبة أو الثانية صائبة، إذا العبارة المركبة ككل تكون صائبة. طيب إذا كانت العبارة الأولى صائبة فإن العبارة الثانية صائبة. أداة الربط إذا كان فإن، الأولى صائبة والثانية صائبة، إذا العبارة المركبة هذه ككل تعتبر صائبة. هيك بكون حددت قيمة الصواب للمطلوب الأول. خليني أشوف المطلوب الثاني. العبارة نون والعبارة ميم موجودين داخل أقواس. إذا وفقت إذا كان العبارة ف، بدي أحط أسفل كل عبارة قيمة الصواب لإلها. طبعا أنا عارفة أن العبارة نون صائبة والعبارة ميم صائبة والعبارة ف صائبة، فبيصير الشكل الموجود أمامي. أول شيء بدي أبحث ما بين الأقواس، العبارة الأولى صائبة والعبارة الثانية صائبة. طيب اتعرفنا على أداة الربط، و تكون العبارة المركبة ككل والتي تربط بين مركبتيها بأداة الربط وصائبة إذا كانت العبارتان معا صائبتين. طب هو فعلا العبارتان صائبتان، إذا العبارة المركبة اللي ما بين الأقواس كلها إيش هتكون؟ فعلا هتكون صائبة. إذا وفقت إذا كان هنزل العبارة فصائبة كما هي.
طيب صار عندي عبارة شرطية تربط بين عبارتين، العبارتين صائبتين، أداة الربط إذا وفقط إذا كان. طالما العبارتان لهما نفس قيمة الصواب، إذن العبارة المركبة ككل شو قيمة الصواب لإلها هتكون؟ هتكون فعلا صائبة. هيك بكون حددت قيمة الصواب للعبارة المركبة ككل. خلينا نشوف كمان مطلوب. ليس ف إذا وفقط إذا كان نون، طبعا هذه أداة النفي تعرفنا عليها. ليس ف يعني بدي أنفي العبارة ف. طب ما أنا عارفة إذا نفيت ف إذا لازم أعكس قيمة الصواب لإلها. طيب أنا العبارة ف عندي صائبة، لما بدي أعكس قيمة الصواب ليس ف، إيش هتكون قيمة الصواب لإلها؟ خاطئة. إذا وفقط إذا كان العبارة نون أنا عارفة إنها صائبة، إذا قيمة الصواب للعبارة الأولى خاطئة. إذا وفقط إذا كان قيمة الصواب للعبارة الثانية صائبة. عندي أداة الربط إذا وفقط إذا كان. طيب لما تكون الأولى خاطئة والثانية صائبة وأداة الربط إذا وفقط إذا كان، إذا العبارة المركبة ككل ستكون خاطئة طبعا، لأنه إذا وفقط إذا كان تكون صائبة إذا كان للعبارتين إلهم نفس قيمة الصواب، لكن هنا العبارة الأولى خاطئة والثانية صائبة ما لهمش نفس القيمة، إذا العبارة المركبة ككل خاطئة. هيك بكون حددت قيمة الصواب للعبارة رقم 3. خليني أشوف العبارة رقم 4. ليس ف إذا كان، ليس ف فإن ليس نون. يعني عندي العبارة ف نفيناها والعبارة نون نفيناها. طيب طالما أنا نفيت العبارة فإيش بدي أعمل بقيمة الصواب؟ بدي أعكسها. نفس الشيء نفيت العبارة نون، إيش بدي أعمل بقيمة الصواب للعبارة نون؟ برضو بدي أنفيها. العبارة ف أصلا كانت صائبة، طب لما أنفيها إيش بدها تصير؟ طبيعي هتصير خاطئة. العبارة نون أصلا كانت صائبة، طيب أنا بدي أنفيها، إذا هتصير خاطئة. إذا بحط قيمة الصواب للعبارة ليست ف خاطئة، ليست نون خاطئة. إذا كان ف إذا ليس نون. طيب إذا كانت العبارة الأولى خاطئة والعبارة الثانية خاطئة وبينهم أداة الربط إذا كان فإن، إذا العبارة المركبة ككل إيش هتكون؟ فعلا هتكون عبارة صائبة، لأنه أصلا ما تحققش الشرط عندي، الشرط عبارة خاطئة، وبالتالي ما عندي القدرة إني أنا أحكي عن العبارة ككل إنها خاطئة، وبالتالي بتكون العبارة المركبة ككل صائبة. هيك بكون حددت قيمة الصواب للعبارة المركبة ككل. طلابنا الأعزاء، بهيك بنكون انتهينا من شرح الدرس، اتعرفنا على أدوات الربط الشرطية وحددنا قيمة الصواب لكل عبارة من العبارات الرياضية المركبة بأدوات الربط الشرطية. نشكر لكم حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.